أهلا بكم في هذه الجولة الصحفية الجديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. البداية من الصحف المحلية ونقرأ من الأهرام: تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة، يتصدران مباحثات السيسي قابوس. المتحدث الرئاسي للصحيفة: الرئيس يتوجه للإمارات عقب زيارته لمسقط. إحباط مخطط إرهابي لإفساد الانتخابات الرئاسية. ضبط 6 من قيادات الجماعة الإرهابية وأوراقا تنظيمية. ونطالع من الأخبار: سفير مصر في سلطنة عمان، احتفاء كبير بالرئيس واستقبال ضخم بالخيول والمدفعية. مصر تداوي جراح الأشقاء في ليبيا المصابون، شكرا للقيادة الحكيمة وجيش مصر القوي. رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار. بطولات الشهداء عنوان طابور الصباح بالمدارس، وتحية العلم بالجامعات. ومن أبرز عناوين اليوم السابع: الوطنية للانتخابات تبدأ فحص أوراق مرشحي رئاسة. المتحدث باسم الهيئة: استبعاد المرشح واختاره بالأسباب حال عدم صحة المستندات المقدمة منها. مصر ترسل الصياغة الأخيرة لعقد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية إلى موسكو. المركزي يقول 18 مليار دولار زيادة في الاحتياطي الأجنبي منذ تعويم الجنيه. إلى الوطن التي كتبت: حملات لتمشيط العريش وبئر العبد، ضبط متهم جديد بتهريب أسلحة إلى سيناء، وحرس الحدود يضبط 20 قضية تهريب. اللجنة السياسية الأمنية لمصر والسودان تنعقد الخميس بالقاهرة. إيطاليا تدعو مصر لمؤتمر تدفقات الهجرة. ومن عناوين المصري اليوم: مؤشرات كشفتها فعاليات قمة الأفضل، القطاع الخاص يعود للتوسع والحكومة متفائلة بأداء الاقتصاد خلال 2018، والقمة تحتفي بنجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح. الإسكان بدء حجز 18,000 وحدة للعاملين بالخارج. إعلان اكتشاف مقبرة أثرية جديدة بالجبانة الغربية في الأهرامات. في افتتاحيتها ألقت صحيفة الجمهورية الضوء على أهمية الزيارة التي يبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى سلطنة عمان، والتي تعد الأولى منذ توليه مسؤولية الرئاسة. يبدأ الرئيس زيارة رسمية مهمة لسلطنة عمان الشقيقة، وهي الزيارة التي تصب في صالح دعم العمل العربي المشترك وتقوي جبهة التضامن والتنسيق الذي يواجه التطورات المتتالية، وتفتح آفاقا واعدة في مستقبل العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، باعتبارها الزيارة الأولى لقائد سفينة الوطن إلى عمان الشقيقة منذ توليه مسؤولية الرئاسة في مصر الجديدة. إن القمة المصرية العمانية تضع ضمن أولوياتها تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الثنائية بما يحقق صالح الشعبين والأمة العربية والأجيال القادمة. مطالعاتنا الصحفية مستمرة مع حضراتكم، ونتحول إلى عناوين الصحف العربية. أول محطتنا بصحيفة الشرق الأوسط. العناوين: تجدد المعارك العنيفة في الغوطة الشرقية، والنظام السوري يقتل 11 مدنيا. إسرائيل تنفذ عملية واسعة النطاق في الضفة للوصول إلى قاتل حخام. جماعة الحوثي تحاصر تجار السلع الغذائية في اليمن، وتعثر الأوضاع المعيشية للمواطنين هناك. ومن صحيفة الحياة اللندنية نطالع: بعد عودة الهدوء إلى عدن، احتدام القتال على أبواب صعدة. عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش عند الحدود العراقية السعودية. تقرير دولي يكشف تعاون دمشق مع كوريا الشمالية في خبرات الأسلحة الكيماوية. أبو الغيط يبدأ من جيبوتي التحضير للقمة العربية المرتقبة بالرياض. ومن أبرز عناوين الدستور الأردنية: منظمة التحرير الفلسطينية تطلب من الحكومة بدء فك الارتباط بسلطات الاحتلال. 50 غارة للتحالف على مواقع الحوثيين في 4 محافظات يمنية. روسيا تؤكد مساهمة سوتشي في تسوية سوريا برعاية الأمم المتحدة. ليبيا تنتشل 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين. من جانبها كتبت صحيفة الخليج الإماراتية: مستوطنون يعتدون على المزارعين، وإسرائيل تحاصر برقين وتقصف أهدافا في غزة. غارات جوية روسية مكثفة على إدلب ومقتل مدنيين، وتركيا تلتحق بالتسوية الروسية. تصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن، والأمم المتحدة تحذر. وصحيفة المستقبل اللبنانية ومتابعة أيضا في عناوينها تقول: Human Rights Watch تنتقد تركيا لاستخدامها القوة المميتة ضد النازحين.
وزير الخارجية العراقي يدعو العالم للمشاركة في إعمار بلاده. قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة بين قوات ليبيا وداعش قرب حقل نفطي. إلى صحيفة عمان العمانية ومقال حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى سلطنة عمان، وكتبت في عنوانها قمة واعدة على كل المستويات. التفاصيل: على أرضية صلبة تمتد علاقات تاريخية ضاربة في عمق التاريخ الإنساني بين سلطنة عمان ومصر على مستوى القيادة والحكومة والشعب. لذلك تفتح مسقط ذراعيها اليوم لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل بحث التعاون المشترك بين البلدين ومحاولة التوصل إلى حلول سلمية للخلافات والحروب والمواجهات التي يكتوي بها الأشقاء في عدة دول عربية أبرزها سوريا والعراق. قمة الحكمة المصرية العمانية ستكون قمة واعدة تفتح السبل وتتيح الفرص لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تعصف بها. ونتحول إلى الصحف العالمية ونبدأ من واشنطن بوست الأمريكية. غضب وخوف في مكتب التحقيقات الفيدرالي من الخسائر المتواصلة وسط هجمات الحزب الجمهوري. مسؤولو المكتب يؤكدون أن الاتهامات الواردة في المذكرة التي كشف عنها الجمهوريون بشأن تحقيقات تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية غير دقيقة وتعوق أداء مهامه باستقلالية. روسيا ترد بضربات انتقامية على المعارضة السورية بعد إطلاق النار على طائرة مقاتلة روسية ومقتل طيارها. ومن صحيفة هارتس الإسرائيلية نطالع: منظمة تحرير الفلسطينية تتجه لمطالبة مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين بحدود 67 وتضع خطة لفك الارتباط مع إسرائيل. روسيا تؤكد إسقاط طائرتها في سوريا وتقتل 30 من قوات المعارضة في غارات جوية ردا على مقتل طيارها. إلى الصحف البريطانية ووقفة مع الاندبندنت: روبرت فيسك من داخل عفرين، سوريا تثبت أن الحروب تكون أكثر خطورة عندما تقترب من نهايتها، ديون الحرب يتعين دفعها والمقاتلون أصبحوا أكثر شراسة. النائب العام السابق دومينيك غاف يؤكد للصحيفة الوقت حان لكي يغير البريطانيون رأيهم في الخروج من الاتحاد الأوروبي، والستة أشهر المقبلة هي وقت القرار بشأن بريكست. ومن الصحف الفرنسية نقرأ من لوموند: ترامب في عامه الثاني يختار الاستمرار في الصراعات وخلق الأعداء. اشتباكات في معسكر كالي الفرنسي للاجئين وأربعة مهاجرين بين الحياة والموت. من السنغال: ماكرون يدافع عن قضية المناخ في سانت لويس. استقبال حار للرئيس الفرنسي من سكان المدينة المزدحمة. ونتابع أيضا من صحيفة دي سايت الألمانية: مظاهرات في مدينة كوتبوس الألمانية احتجاجا على كراهية الأجانب وضد السياسيين. المدينة الساخنة تضم معسكرين اللاجئين. في تركيا حرس الحدود أطلقوا نار على اللاجئين، والقتال في عفرين يجبر المزيد من المواطنين السوريين على الفرار. كوريا الشمالية استخدمت سفارة برلين لشراء الأسلحة، والعقوبات لم تمنع بيونغ يانغ من شراء الأسلحة. العملية التركية ضد الأكراد في عفرين السورية رصدتها صحيفة الأوبزيرفر البريطانية في افتتاحيتها، وأكدت أن الهجوم التركي يمكنه أن يقلب المنطقة كلها رأسا على عقب. في أي دولة يعيشون فيها يتحمل الأكراد وجودا محفوفا بالمخاطر. وبعد استفتاء الاستقلال في العراق وصلت التطلعات الكردية إلى ذروتها بهدف الوصول إلى جبهة معارضة مشتركة توحدهم في العراق وإيران وتركيا. لذا يجب أن نعرف أن الجبهة الجديدة التي فتحتها تركيا في سوريا ليست مجرد صراع داخلي مع الأكراد، بل يمكنها أن تؤدي إلى ثورة كردية أوسع تعيد رسم الخارطة. وعلى الغرب أن يقرر الآن ما يريد تحقيقه في الشرق الأوسط، وإلا سيستفيد اللاعبون الآخرون مما يجري في المنطقة. وأخيرا هذا الفاصل من الرسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحفنا اليوم.
ختام جولتنا الصحفية، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.